شكرا يا متولي. استنى، خد دول. ربنا يخلي سعادتك يا ريس. دول 42 جنيه. ربنا يخليك يا فندم. أخبار عم شحاتة إيه يا متولي؟ الحمد لله يا كوان. مشحاتة؟ هو سيادتك اللي جيت عم شحاتة وكلت الطاج. طاج. ما كنتش أقصد والله. أنا آسف يا فندم. والله ما كنت أقصد. خد فلوسك يا ابني. خليك تفضل. بتعمل ايه عند سعادة الرئيس؟ اصل حازم بيه كان سعادة. انت تحط الاكل وتخرج على طول. انت هتقف ترغي مع سعادة الرئيس وهو بياكل ولا ايه؟ مش عم سليمان فهمك؟ ايوه فهمت. دول يا متولي، ده مصروف الشهر يا انشراح، واعملي حسابك على كده. انت بتودي فلوسك فين يا متولي؟ شهر طويل عريض ما تطلعش غير بالكام ملطوش دول. ليه الناس بطلت تاكل؟ لا الناس بتاكل يا انشراح، بس زي ما تقولي كده رجلهم خفت على الطواجن شويه. الو؟ ايوه باشا. ايوه فندم. ايوه باشا حاضر بسارة ومن غير تقلية. بكرة؟ حاضر يا فندم. حاضر يا فندم تحت أمر سعادتك. مع ألف ألف سلامة يا باشا. مع السلامة. مين اللي بيطلب منك بسرعة في وقت متأخر زي ده؟ ده زبون. وزبون إيه اللي صحيك في نص الليل يا متولي؟ ويصحيني من الفجر كمان يا انشراح. لأن الزبون ده أحسن منك ومن اللي خلفوكي. وهالفاضي بقى في الكلام عشان ليلتك دي شكلها مش معدي على خير. ها يلا وريني بقى هتعمل ايه. انشراح، هي البصاره بتتعامل ازاي؟ الساده الحضور، انا وعدتكم برفع مستوى الطالب والمدرس خلال الفتره اللي فاتت، وافتكر تم عمل انجازات محدش يقدر ينكرها. وانا بصفتي كنقيب للمعلمين بوعد حضراتكم بمزيد من الانجازات خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شبعنا بقى كلام ووعود. هي النقابه يعني بتعمل ايه للمدرسين؟ وزعلانين قوي ان هم بيدوا دروس خصوصيه. البلد دي لا يمكن حالها هيتعدل طول ما نظام التعليم فاشل، وطول ما نظام التعليم فاشل يبقى النظام كله فاشل.
يسقط نقيب المعلمين. يسقط نقيب المعلمين. يسقط نقيب المعلمين. يسقط نقيب المعلمين. الموضوع ده لا يمكن يتسكت عليه، لازم نصعده لأعلى مستوى، إن شاء الله حتى نروح للري. أنا بصراحة نعم. أنا شايف إن حضرتك عندك آراء بناءة وطاقة أحيانا مستخسر تستنزف هنا في نقابات، فإيه رأي حضرتك لو تشرفينا بالليل في مقر الحزب؟ حزب إيه؟ حزب المعارضة، هناك هتبقى كلمتك مسموعة أكتر، وكمان هتقدري تحققي أهدافك وتستخدمي طاقتك دي في حاجة تفيد البلد. النهاردة إحنا بنعيش مرحلة غير مسبوقة من الديمقراطية. الناس دلوقتي بتقول رأيها في كل حاجة. جرايد كتير بتكتب نقد وهجوم، واحيانا علي انا شخصيا. انا بيهمني في النهايه العمل والانجاز، مصلحه البلد عندي فوق اي اعتبار. النقد موضوع البناء مهم جدا في كل مرحله من المراحل، ده بيساعد كتير في الدراسات والاصلاحات اللي بنقوم بيها يوم بعدين. بسم الله ما شاء الله، الريس كلامه حلو قوي، ربنا يديله الصحه يا رب. الشيله تقيله يا ابني، الله يكون في عونه. وبياكل ايه ده يا اسطى؟ ده هتلاقيه مثلا بياكل على الصبح كده 4 كيلو جمبري ولا حاجه. والنبي انتهبل يا ابني، ده اكلته ضعيفه، شويه شوربه عدس، شوربه خضار، شويه بصاره، حاجات كده يعني. هو انت هتفت في اكل الريس كمان؟ كل المجهود اللي عملناه متولي، بنتمنى ان ربنا يوفقك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في الحزب. حزب ايه؟ حزب المعارضه يا متولي. انضميتي لحزب المعارضه يا شراح؟ احزاب البلد كلها فاضيه قدامك وبتدش، ما لقيتيش انت حزب المعارضه. انت خايف من ايه؟ وبعدين انا عايز افهم انت جبان كده ليه؟ ما هو مش معقول يا شراح، مش معقول تبقى انت في حزب المعارضه وانا. انت ايه بقى؟ انا راجل غلبان وعايز اعيش. وهي دي العيشه اللي احنا عايشينها؟ انت راجل على باب الله ومش لاقي تاكل، وانا بيتقطع نفسي طول الشهر عشان اخد في الاخر 170 جنيه، ولا لاقيين حتى حته اوضه وصاله يلمونا ونعيش فيهم، بالذمه دي حياه؟ وبعدين انا عايز افهم، مش السبب في كل ده مش الحكومه؟ اسكتي بقى، انت ايه؟ لا بقى، ما هو الريس لازم يعرف الناس عايشه ازاي. اسمعي يا انشراح، انا هنا راجل البيت وكلمتي لا ترد. يا انا يا حزب المعارضه في البيت ده. دي معارضة ولا بلاش؟ عصاية شمسية رايحة البحر. خف شوية يا جبار. تعالى متولي. إيه رأيك في المظاهرات اللي حصلت في البلد؟ دول ناس عايزين عطم رقبتهم، بيعطلوا المراكب السايرة يا باشا. من شراح مراتك أخبارها إيه؟ اتطلقت يا باشا. كل واحد انه يتظاهر او يختلف مع النظام، انما بدون تخريب. احنا احتوينا الموقف يا فندم. لازم اشوف الاولاد دول واسمعهم بنفسي. انا هروح لهم النقابه واتكلم معاهم. ده قرار سليم يا فندم، هيتبسطوا قوي بالزياره دي. الموضوع خلص خلاص يا فندم، وبعدين انا شايف ان سعادتك تاجل الزياره دي شويه. اجلها ليه يا حازم؟ دواعي امنيه يا فندم، محدش ضامن، مش جايز حد يكون مدسوس وسطهم. شكلك مش مبسوط. شوية مشاكل في البيت يا ريس. رد يا متولي.
الو، ايوه انشراح، ايه اللي حصل؟ اسم ايه؟ مصر القديمه؟ طيب ماشي ماشي. خير، مراتك مالها؟ المدام اتقبض عليها يا ريس، كانت ماشيه في المظاهره بس الحمد لله خدت جزاءها. مالك ومال المظاهرات يا انشراح؟ لعلمك لا يمكن هسكت ولا هرجع عن موقفي. وبعدين ازاي طلعوني وسابوا بقيه الزملاء كلهم جوه؟ انت طلعتني ازاي متولي؟ تعرف مين؟ وكنت فين ساعه لما كلمتك بالتليفون؟ انت طالعه من الاسم تحققي معايا انا؟ هو اول الجواز كده يا ابني، لازم شويه خلافات ومشاكل لحد ما تتطبعوا على بعض، وبالصبر كل حاجه بتعدي. ربنا يخليك لينا يا ريس. هتوكلني ايه النهارده؟ نفسي سعادتك. ايه مالك؟ انت واقف قدام رئيس الجمهوريه، قول كل اللي في نفسك، ما تخافش من اي حد. نفسي اوكل سعادتك على مزاجي. وانا موافق، بس الموضوع ده يفضل سر بينا عشان ما تاذيش. هتاكلني ايه؟ طبق كشري بالدقه والتهليه يستاهل بق سعادتك. والله انا نفسي رايحه له، بس شويه صغيرين عشان القولون. حمامه. واحد كمال يا متولي. أنا وشيف يا ريس. يا سلام، أحلى أكل في الدنيا أكل الشعب المصري. ميزة شعبنا إنه بيقدر يعمل من الحاجات البسيطة دي أشياء رائعة. قول لي يا متولي، طبق الكشري بكام النهاردة؟ لسعادتك ولا لأي حد؟ لسعادتي إزاي يعني؟ ثمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس، بس لو سيادتك حبيت تحط شوية دقة زيادة، شوية تقلية، شوية حمص، يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك، بس مش أنا اللي مسعره، وعهد الله. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه إيه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان. الحاجة ولعت. تفضل انت. كريم بيه؟